يلا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هعمل بقى طاسة بطاطس بالجبن. طيب فكرتها ايه؟ هقولك، انا عندي هنا بطاطس مكعبات مسلوقة، تمام؟ هحط عليها بصل، هحط عليها شوية زبدة وزيت، ملح وفلفل اسود وبابريكا ونعناع جاف وشطة اسواني وجبنة موزاريلا وجبنة شيدر وبقدونس كمان عندي هنا مفروم. تاني عندي طاسة جبن بطاطس طاسة بطاطس بالجبن. عندي طاسة بطاطس بالجبن، مقاديرها ايه؟ بطاطس مكعبات مسلوقة، بصل مفروم، زيت وزبدة، ملح وفلفل اسود وبابريكا، نعناع جاف وشطة اسواني وجبنة موتزاريلا وجبنة تشيدر وبقدونس مفروم. بس كده؟ بس كده. تعالي نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجة انا عندي هنا البطاطس مسلوقة كويس قوي بس مش مهرية، مسلوقة كويس قوي بس مش مهرية. طيب هعمل ايه؟ هحط شوية زيت على زبدة. الحاجات الخفيفة البسيطة دي يا جماعة توقفناش من المطبخ كتير، انا بترجتها طول الصيف زي ما قلتلكم اهو، ومغذية وطعمها حلو وشهية وبتأكل، بس يعني بتأكل بس اللي هو ما تحسوش كده انتوا اكلتوا حاجة تقيلة. وعندي هنا بقى بعد ما عندي الزيت والزبدة خلاص سخنوا، هروح منزلة البطاطس اللي انا سلقاها بس مش هرياها، بس مسلوقة كويس، وهبدأ بقى ايه اتبلها. يلا بنعناع وبابريكا وشطة اختياري طبعا والفلفل الاسود والملح، وخلي بالي برضو ان البطاطس زيها زي البصل بتمتص بشكل كبير الملح، وقلب لحد ما تاخد لون حلو. انا عايزاها تاخد لون وطعم ايه التوابل اللي انا حطيتها، ومش كده كمان انا حاطه زبده، انا مش محمراها بس في شويه زيت، لا انا كمان حطلها زبده، زيت زيتون علشان يقرمشها. عايزه اقول لكم لو شوحتوا شويه بطاطس في زيت زيتون زي كده انتوا هتلاقوا عندكم هنا البطاطس بتاخد طبقه كراست ولون خطيره. اكتر حاجه بتخلي للحاجه لون حلو قوي 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 سواء عايزين تدوها لون فرن او على النار الزيت الزيتون. زيت الزيتون بيدي لون وقرمشه، بصوا تحفه. الزبده حلوه بس مع زيت الزيتون. الزيت النباتي حلو جدا ماشي برده، بس ايه مش هيدينا القرمشه اللي احنا عايزينها واللون اللي احنا عايزينه. بصوا هنا البهارات لما حطيتها والتوابل بتاعتي نكهت البطاطس، فلما اجي احط عليها اي حاجه بقى انا نقلت كده طبق البطاطس من كونه طبق بطاطس عادي ما فيهوش اي ابتكار، لا لطبق بطاطس طعمه حلو. صدقوني الوصفه دي تنفع معاكم عشاء حلو قوي قوي، تنفع معاكم فطار كمان حلو قوي قوي. طب ايه رايكم لحد ما البطاطس تاخد لون حلو قوي وكمان يبقى كده البيض الاومليت استوى؟ ايه رايكم نروح لفاصل صغنن ونرجع نشوف هنعمل ايه وصفات تاني حلوه قوي 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 صيفيه وجميله وبرده هتحبوها بعد الفاصل؟ استنوني. قدمت الاومليت استوى وجنن، تعالى اوريكم بس ايه الجبن معايا هنا لما بتسيح. بصوا تبقى تحفة اهي، شايفين؟ وانا حتى طبقة مش كبيرة خالص، بتدي طعم تاني. وانا ما غطيتهاش بس هديت النار عليها. بصوا لسه مكملة معايا، بتدي طعم تاني للبيض. الله. طيب نيجي للي بعده. بطاطس عندي خلاص
اديتني اللي انا عايزاه واللون اللي انا عايزاه، هنزل عليها بصل وهقلب، وهنزل عليها كمان شوية بقدونس وهقلب. ريحة خطيرة. واروح بقى منزلة عليها بصل، نقطة مية بسيطة. ليه بقى؟ حالا هقول لكم ليه. علشان البخار اللي هيطلع من نقطة المية دي اللي انا حطيتها الحاجة البسيطة دي هو اللي هيسيح لي الجبن. لما احط الجبن كده بقى دلوقتي الجبن عندي برضو هتسيح بمنتهى السهولة من غير برضو ما اغطيها لو مش عايزة اغطيها. طبعا تنفع سندوتشات حلوة قوي. يبقى شوية المية اللي انا حطيتهم دي اول ما يغلوا حطيت الجبنة علشان بخار المية اللي طالع هنا من الطاسة دي هو اللي هيسيح لي الجبن. طب معلش يا فيفا انت ما حطيتيش كده في طاسة اومليت الجبن ليه؟ علشان اومليت البتنجان، علشان انا عندي اساسا سائل اللي هو البيض، فانا مش محتاجة ان انا احط سوائل. اهي هتسيح حالا، بس برضو لازم اهدي عليها النار.